بسم الله الرحمن الرحيم إلى شعب مصر العظيم وإلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا يا فندم قمت أنا وابني بتأليف مسلسل من أجل إصلاح هذا المجتمع عبارة عن روشتة علاج، وتقدمت إلى المختصين في الدولة عن هذه الأمور ولم يهتم أحد، حتى نواب الشعب بعت لهم ومفيش أي حد بيرد عليا خالص. وهذا المسلسل يا فندم ان شاء الله روشتة علاج لحل مشاكلنا، وهيعالج سلبيات كتيرة في المجتمع. يعني مش عايز حد يستقل بالدراما، لان الدراما الناس كلها بتتبعها. فسيادة الرئيس والشعب، انا عايز رسالتي دي توصل، يعني الشعب حتى يوصل للسيد الرئيس. انا ألفت، انا عملت اللي علي وألفت هذا المسلسل عشان اصلاح المجتمع، والتوجيهات اللي سيادة الرئيس كان عايزها في إصلاح هذا المجتمع. فأرجو الاهتمام وأرجو أن تصل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الشعب يوصلها له. انشروا الفيديو وأنا مسؤول عنه، وصلوه للسيد الرئيس. أنا تعبت لأني بعت للناس كلها المسؤولين في هذا الأمر ولم يهتم أحد. فأرجو الاهتمام من الشعب بقى. الشعب يبعتها للسيد الرئيس حتى تصل له. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.